السادس والعشرون من مارس 2015 يوم انطلاق عاصفة الحزم في مهمة استعادة البلاد من قبضة الميليشيا والمخلوع صالح اللذين اجتاح البلاد وسيطر على مؤسسات الدولة. خاضت الشرعية بدعم التحالف تحديا كبيرا رغم تبعاته الكارثية على البلاد لتحرير المحافظات من سطوة الميليشيا والمخلوع بعد أن عزز كل القدرات العسكرية لفرض واقع جديد على اليمنيين بقوة السلاح رغم غضب الشارع ورفضه لحكم البلاد من خلال الميليشيا. رمى التحالف العربي بثقله العسكري في اليمن واستطاع أن يزيح قوات صالح والميليشيا في محافظات عدة، وكان لعدن البداية في التحرير من خلال عملية السهم الذهبي كخطوة أولى في استعادة البلاد. سعت عاصفة الحزم إلى إيجاد أرضية آمنة للقيادة الشرعية لبدء مهامها في عملية استكمال تحرير المحافظات التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيا وقوات المخلوع، وكانت لحج وأبين ومأرب والجوف وشبوة وتعز من المحافظات التي دخلت فيها العمليات العسكرية للتحالف لتطهيرها من الميليشيا. في الوقت الذي خففت العمليات العسكرية للتحالف العربي من تواجد قوات المخلوع صالح والميليشيا على الأرض وواصلت استكمال عملياتها وفقا لما حدد مسبقا، وهو الهدف الذي سعت إليه منذ أن أعلن التحالف عملياته في مارس من العام الماضي، حيث كان للجيش الوطني والمقاومة الشعبية دور كبير في العملية التي ما تزال مستمرة. المناطق المحررة من الميليشيا والمخلوع غيرت من سير المعارك وتحولت إلى نقطة انطلاق صوب المحافظات التي ما تزال تحكمها الميليشيا، وأدى الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وبدعم من التحالف العربي المهمة، واستطاع أن يحقق تقدما في معظم الجبهات. لم تنتهي عملية التحرير بعد، بل لا تزال مستمرة رغم مرور عام على انطلاق عاصفة الحزم التي كانت من أولى مهامها بجانب الشرعية استعادة المناطق من هيمنة المخلوع والميليشيا.